اصلا شنو رايك بقياده بيتروفيتش للمنتخب الوطني؟ والله السيف ماله يعني اكثر من علامه استفهام عليه. ما مر بمرحله مدرب اول هو. يعني كل الامور تقول هو مكمل يعني، ومن زمان الى دور يعني، يمكن اخذ فرصته بالمنتخب. احنا الان هسه نشوف المشاهدين يعني احنا كنا نفسنا مع المنتخب طبعا، ولد هالبلد يعني، لا حد زايد عليه. بس انا هسه من انا وكابتن حيدر احنا ناس رياضيين ولاعبين وخدمنا، يعني المشاهد يريد اجابه من عندنا. يمكن هسه يقول اللعبه قريبه، المباراه قريبه، لا احنا كنا مع المنتخب وامنياتنا منتخبنا، لان هذا يزيد من رصيدنا طبعًا. المدرب العراقي، الكره العراقي. لكن احنا يعني من تخبط الى تخبط، من تخبط الى كنا من زمان تكلمنا نريد مدرب على مستوى عالي. ما يعني كتنج الرجل اجى هسه هذا موضوعنا قديم، لكن هي تراكمات ترى، يعني سبب عن سبب وصلت المدرب يعني مو مال المنتخب العراقي، مو مال المنتخب العراقي. ونتفائل به ونريد نطمح نعيد الكره العراقيه، والدليل يمكن هاي البطولة الكأس العرب وقبلها النتائج. أكو حل؟ أدفوكات طلع بوقت حرج أثناء التصفيات ما تلحق تجيب مدرب أجنبي، وين نروح للخيار المحلي كابتن حيدر؟